سوف أرتب الخيارات حسب الأفضلية، الأول، الثاني، والخيار الثالث. تبدو بحالة جيدة. أمي، هل فتحت الباب؟ ما سبب وفاة خادمتك الأخيرة؟ نضع اللمسات الأخيرة على جدولك الإعلامي. أزعجني ريو بخصوص لقاء المتابعة معك. حسنا. مرحبا. بمقدورنا الحصول على ميزة اللعب في الأسبوع القادم بعد الحوار لأخبارنا الرياضية. من الممكن القيام بالأمرين معا، سيطرحون علي نفس الأسئلة على أي حال. تحتاج لتكوين رابط مع الصحفيين وأن تعطي كل إجابة تقدمها شعورا بأنها حصرية، فهي مفتاح تقوية علامتك التجارية. أليكس، أليكس، هل من الممكن أن ترحب بأختك على الأقل؟ كات، نحاول وضع لمسات. لم تعرف الفتاة المسكينة ما عليها فعله، الانتظار في المطار وفي مدينة أجنبية وأنت لم تحضر. ألم يفكر أي شخص من حاشيتك في تذكيرك بالأمر؟ حاشية هانتر. أمي، اهدئي، سأنتهي في لحظة ثم أنا لن أهدأ. أنت بحاجة لترتيب أولوياتك. كل هذا لا شيء منه حقيقي، أليكس. من منهم سيكون هنا إن انتهت مسيرتك غداً؟ وهو ماذا عن العائلة؟ كانت تمثل كل شيء لك، والآن أنت محاط بمجموعة من الاستغلاليين. تؤمن بالضجة التي حولك. كاثرين، لا أعتقد أن هذا مسؤول. فكري جيداً في الكلمة التي ستقولينها لي. حبيبتي، لا أريد رؤية هؤلاء الناس بعد الآن. فلنحضر لك شيئاً تأكلينه. أمي، انسى الأمر، فلنواصل. ممتاز، ماكس، الجدول. سي. حسناً، إذا كنت. أمي، هذا كان لتركي في المطار. اسمعي، الأمور محمومة في الوقت الراهن، وأعتقد أنني انهمكت في كل ذلك. هذا ليس عذراً. قبلت الاعتذار، فقط إذا قدمت للعشاء معنا. الوقت الحالي ليس وقتاً جيداً. سنلعب على هذا. إذا فزت ستأتي إلى العشاء، وإذا فزت يمكنك أن تعود إلى حاشية هانتر الصغيرة. هنا؟ جانبي وجانبك، سأكون في الملعب لأسجل الأهداف، من يسجل 5 يفوز. أمي، واصلي يا كيم. حسناً، ابدأ. تذكري، أنت طلبت ذلك. ثلاثة. هذا هو الرابع. هدية. أتمنى أن تحب اللحم المدخن. الأمر خارج عن إرادتي. لقد خسرت. عقول عظيمة. هذا ما أقوله دائما. ماذا بعد يا بنات؟ هانتر يصوب كرة من بعيد. كرة تصطدم ضربة ركنية. توني كروس بيلعب ركنية إلى منتصف الصندوق. فرصة ما زالت قائمة. بقت تصدي حارس المرمى. انطلق على الطرف. ممكن يلعب لكرة عرضية. 8 دقائق وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية. ديبالا متمركز في وسط المنطقة. الحارس بيخلص الكرة الرأسية. ما شكلت أي خطورة. توني كروس، رمية تماس ليوفنتوس. أندريا بارزالي، ماتيا دي تشيليو، خوان كوادرادو، باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو، دوغلاس كوستا، توني كروس، مارسيلو، ماركو أسينسيو، سليم. الكرة البينية من كروس. أوه، بكل هدوء، بكل أناقة. الله على النهاية. ضمان الفوز لا يعني التوقف عن الأهداف. ما زالوا جائعين، يسجلون في الدقائق الأخيرة، يوسعون الفارق فعليا في نتيجة المباراة. فرحة القلب تجعل الوجه سعيدا كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب اللي تنعكس أيضا مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. لحظات أخيرة نشاهدها، النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. أندريا بارزالي 4 دقائق فقط تفصلنا عن صافرة النهاية. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. مودريتش بيقراها، الله على التدخل. باولو ديبالا، حلوة البينية من ديبالا، عرضية إلى رونالدو، كرة رأسية خطيرة لكن الله على الحارس. سليم، الكرة البينية من كروس، بيرسل الكرة بانتظار تنفيذ الركنية. ركنية في منتصف ال 18 من توني كروس، الحارس يخرج من مرماه لامساك الكرة. رونالدو بيمررها لكن مقطوعة. سليم، الكرة البينية من كروس، ركنية ننتظر تنفيذها. دقائق، الحارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. توقع ممتاز، استحواذ على الكرة. باولو ديبالا، أندريا بارزالي، جاريث بيل، ليوناردو بونوتشي، كريستيانو رونالدو. الحكم يعترض طريق الكرة، كرة بيقطعها فاران، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة، كرة من مسافة بعيدة سهلة على الحارس. جاريث بيل، العرضية منخفضة يبعدها من مناطق الخطر. هذه هي صافرة نهاية المباراة، انتصار اليوم من نصيب ريال مدريد في سانتياغو برنابيو على يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، افضليه مهمه قبل مباراه الاياب والتي ستلعب في تورينو. اليوم ريال مدريد استحق الفوز وكان الافضل واصبح اقرب الى السيمي فاينل، والان راح يسافر الفريق الى تورينو وهو عنده الثقه والمعنويات المرتفعه بعد ان تفوق الليله. الجماهير هنا سعيده بفريقها وتتمنى بان تكتمل الامور على خير في الاياب وان يحجز الفريق مكانه في المربع الذهبي. الكرة البينية من كروس، اوهو بكل هدوء بكل أناقة، الله على النهاية. سليم، الكرة البينية من كروس، بيرسل الكرة بانتظار تنفيذ الركنية. اهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. هذه تحياتي محدثكم فارس عوض. موعدنا الليله مع مباراه اياب ربع نهائي لمسابقه دوري ابطال اوروبا، قمه تجمع يوفنتوس مع ريال مدريد هنا على ملعب اليانز، وتصاحب اجواء غير عاديه من الجماهير الايطاليه الحاضره. ريال مدريد لديه افضليه الفوز في مباراه الذهاب، ونتمنى بأن يحسم تأهله إلى السيمي فاينل اليوم ويعبر هذا الاختبار الصعب في تورينو. 90 دقيقة بحاجة إلى تقديم مباراة كبيرة بتركيز كامل. أجواء كبيرة في ملعب المباراة، شغف كبير بين الجمهور. حقيقة جمهور كرة القدم قد يكون الأكثر عشقاً وإخلاصاً بين بقية الألعاب الرياضية. في وقت الفوز يحتفلون ويعيشون أجمل لحظاتهم، وفي وقت الخسارة يساندون فريقهم ويهتفون له بأنه لن يسير وحيداً أبداً. نتذكر عندما هبط اليوفي في 2006 بقرار من الاتحاد الإيطالي، كان هناك العديد من اللاعبين الذين رفضوا مغادرة الفريق مثل ليدفيد وبوفون وديل بييرو وتريزيجيه وكامورانيزي. جماهير البيانكونيري تتذكر هذا جيدا، ولذلك نجد هؤلاء اللاعبين لهم مكانة خاصة في قلوب العشاق. هذه تشكيلة نادي اليوفنتوس اليوم. واضح من الخطة والرسم التكتيكي بأن الفريق يعتمد على طريقة الأربعة 5-1 الهجومية. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. واضح من الرسم التكتيكي، شاهد الآن الفريق يعتمد طريقة الأربعة 3-3 تقليدية واللي تعتمد على الأجنحة. وإذا ما تحدثنا قليلا عن تأثير وجود اللاعب جاريث بيل ضمن تشكيلة فريقه في هذا اللقاء، تمكن من تسجيل ثنائية في المباراة الماضية، وراح تكون هذه الثنائية دافعة له في مباراة اليوم ليستمر في تقديم أداء مميز. تمركز سليم من فران، تدخل بيخلص الكرة، لكن لم يتم الاستغلال بالشكل المطلوب. توقع جيد في قطع الكرة. بيلعب الكرة باتجاه المرمى، يا سلام على حارس المرمى. الله على الكرة، شوف ردة الفعل، شوف الرياكشن من مسافة قريبة. برافو. توني كروس بيلعب ركنية إلى منتصف الصندوق، كرة لم تحمل أي جديد في النهاية. تمركز السعد، سيرجيو راموس، إسكو، أسينسيو، انطلق على الطرف، ممكن يلعب له كرة عرضية. مارسيلو، دفاع ككتلة واحدة من الخلف دون الاندفاع للأمام. تسديدة خطيرة. هذا ما يحدث عندما تفقد تركيزك وأنت تتواجد في الخلف. فقدان التركيز للحظة واحدة يتسبب بهدف، هدف قد يسبب الكثير الآن من المشاكل وقد يدفع الفريق ثمن لتغيير خطة الأداء. شوف اللقطة، كرة كانت قريبة. الله على النهاية. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى. سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. إمريكان لاعب يتعرض لضغط كبير في محاولة افتكاك الكرة. رونالدو فرصة هدف، ضربة ركنية لمصلحة يوفنتوس. ديبالا بيلعب الركنية في 18، حارس المرمى يتصدى للضربة الركنية ويبعدها بكرة. توني كروس، تمريرة كروس لكن مقطوعة. بليز ماتويدي، حسب تقدير الحكم 3 دقائق أخرى كوقت إضافي. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. إسكو، توني كروس، كرة بتبعد من مناطق الخطر. باولو ديبالا، شوط أول نجح فيه الفريق بالخروج بأريحية كبيرة بسبب تفوقه في مجمل اللقاءين. حتى الآن الفريق وضع قدميه في نصف النهائي، كل ما عليه أن يكون حذراً في 45 دقيقة المتبقية. الآن مع شوط المباراة الثاني مشاهدينا من مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط أجواء مثالية. نتوقع 45 دقيقة قوية من كلا الطرفين، مع اقتراب الأمور للحسم بالتأكيد. تزداد الإثارة هنا في هذه المواجهة. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. الله، يوفنتوس يسجل. إعادة لهذه اللقطة، لم يخرج من مناطقه الدفاعية عبثا، أسكن الكرة في الشباك بمهارة رائعة جدا من هذا المدافع. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. سيرجيو راموس، توني كروس يتقدم بالكرة. لوكا مودريتش، يا ربا، أي لعبة وكرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع له. يا ربا، يصير اللي ما يصير، يصير اللي ما يصير، فعلها لوكا مودريتش، يضع الكرة في الشباك. فرحة القلب تجعل الوجه سعيدا، كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب اللي تنعكس أيضا مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة 2-1. فيدريكو، تغيير قادم راح يكون في صفوف اليوفي مع أول توقف ويبعد الخطورة. تغيير في تشكيلة ريال مدريد، التغيير سيكون بخروج سيرخيو راموس، وسيدخل بدلا عنه ناتشو اللاعب الجوكر للخط الخلفي، ويجيد اللعب في أي مكان سواء في قلب الدفاع أو على الأظهرة. جاريث بيل، شوف المساندة، أسينسيو ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. الكرة بتخرج هنا ضربة ركنية بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب. بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18، أبعد الكرة من مناطق الخطر. أسينسيو تسديدة خطيرة، هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، الحذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. بمهارة كبيرة حتى تجاوز المدافع، وضع الكرة بكل ثقة. السهل الممتنع، لما يقول لك السهل الممتنع. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. جواو كاسيلو، بليز ماتويدي، تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر. يلعب اليوم في ذكرى ميلاده. برافو للمدافع، خلص الكرة. كرة خارج لوكا مودريتش. إيسكو، الفرصة متاحة يا الله، ألكسندر يضع الكرة في المرمى. هدف مهم جدا في الدقائق الأخيرة، يتقدمون في النتيجة في لقاء الذهاب والإياب. لحظات قليلة تفصلنا عن حسم هذا اللقاء. هدف ملعوب جاء من لعب جماعي مميز. المدرب حتى الآن سعيد جدا بما يقدم لاعبوه في أرضية الملعب وبالتفوق الكبير في هذه المباراة. النتيجة الآن 4 مقابل 1، 3 أهداف تفصل بين الفريقين. نلعب الآن في الدقائق ال6 الأخيرة من عمر المباراة. بيانيتش، فيدريكو، حلوة البينية من بيانيتش. جواو كانسيلو، الحكم ينهي المباراة بفوز لريال مدريد بعد 180 دقيقة. الفريق ينجح في التأهل بمجموع اللقاءين. مجهود ممتاز بذله اللاعبون، روح كبيرة وإصرار من اللاعبين على مدار المباراتين يؤهلهم إلى الدور القادم ويقربهم خطوة أكثر من النهائي. دفاع ككتلة واحدة من الخلف دون الدفاع للأمام. تسديدة خطيرة، هذا ما يحدث عندما تفقد تركيزك وأنت تتواجد في الخلف. فقدان التركيز للحظة واحدة يتسبب بهدف. اللاعب يتعرض لضغط كبير في محاولة افتكاك الكرة. رونالدو، فرصة هدف، ضربة ركنية لمصلحة يوفنتوس. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. الله، يوفنتوس يسجل. يتقدم بالكرة لوكا مودريتش. يا رباه، أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى. أسينسيو، أسينسيو ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. تسديدة خطيرة، هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة بالتأكيد. إيسكو، الفرصة متاحة يا الله، ألكساندر يضع الكرة في المرمى. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحياتي محدثكم فارس عوض، ويسرني بان التقي مع حضراتكم في هذه المباراه التي تاتي في ربع نهائي كاس العالم للسيدات، مباراه منتظره لسيدات الولايات المتحده الامريكيه ضد المنتخب الاسترالي، الظهور القوي في هذه البطوله، بالنسبه للمنتخب يختلف كل الاضواء، واضح التركيز، واضح ان في عزيمه، واضح ايضا بان العيون على البطوله الرابعه في تاريخ امريكا، خطوه جديده نحو مشوار البطوله والتوقعات كبيره، والكل يرشح سيدات امريكا للوصول الى السيمي فاينل والاستمرار في الاداء القوي. اكيد نتمنى بان نشاهد مباراه كبيره. هذه تشكيلة المنتخب الاسترالي للسيدات، واضح من الرسم التكتيكي. شاهد الآن الفريق يعتمد طريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية واللي تعتمد على الأجنحة. المباراة الأولى للمنتخب الأمريكي للسيدات كانت أمام المنتخب الإيطالي للسيدات، حديث كان عام في 1985 وانتهى بخسارة المنتخب الأمريكي. نستعرض أمام حضراتكم تشكيلة المنتخب الأمريكي للسيدات، طريقة تقدر تكون متوازنة، خطة تقليدية الأربعة 4-4-2. في أجواء كبيرة نشهد انطلاقة هذه المباراة مع ضربة البداية. كاتلين فورد، ميغان رابينو، كارلي لويد. شهدت الكرة النسائية تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، صرنا نشوف تطور في المستوى اللي يقدم في البطولات المختلفة. هذه تصويبة تسويب لكن بدون تركيز، مرت الكرة إلى جانب المرمى. كيم هانتر، كرة بتتشتت من الدفاع. أليكس مورغان، كيم هانتر، هدف في الافتتاح، الضربة الأولى، الاحتفالات تبدأ في المدرجات، اشتعلت الإثارة، قمة تتحول إلى قمة أخرى، مشتعلة الآن. شوف الكرة الحلوة، شوف الاختراق من الطرف، شوف الأوفر، وشوف النهاية اللي كانت أوفر. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. سامانثا كير، كاترينا غوري، قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. انطلاقة في الهجوم، مرور ممتاز من خط الدفاع، كرة بعيدة عن المرمى، فرصة قد لا تتكرر في المباراة، انفراد سريع، شوف التعامل بهذا الشكل مستحيل اللقطة. يبعد الخطورة في هذه الكرة. كارلي لويد، كرة بتتشتت من الدفاع. 3 دقائق تضاف إلى المباراة. مورغان، افتكاك الكرة داخل المنطقة. سامانثا كير، كاتلين فورد. الفريق في وضعية جيدة الآن بعد الشوط الأول، وجد نفسه متفوق بفرق بسيط، عليه أنه يدافع عن هذا التقدم حتى يتواجد في نصف النهائي مع صافرة النهاية. نعود مع حضراتكم مشاهدينا بشوط الثاني من مباراة ربع نهائي كأس العالم للسيدات بين أمريكا وأستراليا. إليس كيلون نايت، تماس بعد ما لمست المدافعة. واضح المدربين الآن يبحثون عن تغيير في أرضية الملعب، تغييرات في نصف التوقيت. تاميكا بات، إليس كيلون نايت، تدخل سليم واعتراض بهذه الكرة. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. حارسة تخرج من مرماها للكرة، هجمة بتنتهي بعد قطع الكرة. كرة بتضرب الخط الخلفي، اوفسايد في اللقطة الماضية. تغيير تكتيكي الآن يجريه المدرب، تغيير ممكن يساهم في الحفاظ على تقدم الفريق في الوقت المتبقي في الشوط الثاني. لينسي هون، رائعة هذه الفرصة، كانت ستحدث الفارق لكنها تخطئ المرمى. يا سلام على التمريرات. صدرت نهاية اللقاء والولايات المتحدة مشاهدينا إلى سيمي فاينل كأس العالم، خطوة أخرى نحو الحلم الكبير بالتتويج باللقب الرابع لكأس العالم في تاريخ السيدات. بطولة رائحة الآن بالنسبة لهن، أداء قوي من البداية، شخصية كبيرة في كل مباراة، الهدف واضح الآن أمام المنتخب الأمريكي للسيدات. تركيز والتفكير سيتحول إلى مباراة السيمي فاينل، مباراة أكيد مرتقبة من الآن، انتظرونا، سنكون معكم في تغطية حصرية لكأس العالم للسيدات. في أجواء كبيرة نشهد انطلاقة هذه المباراة مع ضربة البداية. هذه تصويبة لكن بدون تركيز، مرت الكرة إلى جانب المرمى. تسديدة يا رباه، الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. هذه تصويبة، الله على اللقطة، الله على المهارة، شوف الفرصة كانت خطيرة في اللقطة الماضية، كان ممكن تحل. أليكس مورغان، كيم هانتر، هدف الافتتاح، الضربة الأولى، الاحتفالات تبدأ في المدرجات، اشتعلت الإثارة.